بكم في القسم الأخير من حلقتنا وفعلا ختامها مسك، لأنه يسعدني ويشرفني أني أرحب معايا عبر الهاتف بمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. مساء الخير وكل عام وانت بخير. مساء الخير وكل عام وانتم بخير، وانت بخير والوطن بخير وأبناء الوطن بخير وكلنا إن شاء الله بخير يا رب. إن شاء الله تحت القيادة الكريمة الرشيدة، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ويحفظ هذا الوطن الغالي العزيز علينا كلنا إن شاء الله. آمين يا رب. صراحة بيسعدنا معالي الوزير أنك تكون معانا، يعني حضرتك الأب والأخ لكل الإعلاميات والإعلاميين اللي موجودين، ودائما بتدعم المرأة السعودية والرجل السعودي في مجال الإعلام. هذا شيء يعني يسعدنا، وكمان يعني بيطور مستقبل الإعلام في المملكة العربية السعودية. إيش حابب تقول بهذه المناسبة للشعب، للإعلاميين، للإعلاميات السعوديين؟ اقول الحمد لله، يعني اولا احمد الله سبحانه وتعالى انه من علينا بانه الحمد لله بهذه الوحده العظيمه وهذا البلد العظيم. احنا يكفي انه ابناء المملكه العربيه السعوديه، البلد اللي فيها الحرمين الشريفين، البلد اللي يقودها رجل حكيم زي الملك عبد الله بن عبد العزيز، رجل البلد اللي بتنعم بهذه الوحده والتلاحم الكبير ما بين القيادة وما بين الشعب، بهذا الأمن، بهذا الاستقرار، بهذه الحرية المسؤولة الكبيرة لكل الإعلاميين والإعلاميات، النظرة العظيمة للمرأة في المملكة العربية السعودية، كيف أنها المرأة الآن أصبحت فعلا في مراكز قيادية كبيرة جدا في الوطن وفي المملكة العربية السعودية بصفة عامة، ويعني وتأثيرها كبير أصبح في كل مكان. كيف الإعلام يستطيع أن يمارس عمله بكل حرية وبكل إبداع وبكل سهولة، الحمد لله. هذه كلها بدون شك يعني من آثار توجيهات الملك عبد الله الله يحفظه، ونظرته الثاقبة ورؤيته للعالم. العالم اختلف، أصبحنا قرية كونية واحدة، أصبحنا كلنا نعيش في هذا الكوكب مع بعضنا البعض. الإعلام تطورت، القرية تطورت، الأمور تطورت، الشفافية يجب أن تكون موجودة، ما نقدر نخفي شيء، ما نقدر. هذه كل الأشياء في الواقع الآن الإعلامي والإعلاميات بيتمتعوا فيها الحمد لله، وبيمارس عملهم بكل قدرة وبكل اعترافية، وهذا الشيء اللي احنا نفتخر به ونسعد فيه ان شاء الله دائما. ان شاء الله يا رب. وفعلا في تطور كبير يعني للاعلاميات والاعلاميين السعوديين. طبعا يعني موجود معنا، لازم اكيد نسالك انه ايش اللي حاسس انه فرق في مجال الاعلام، سواء للمراه الاعلاميه او الرجل الاعلامي، لانه حتى يعني كان زمان يمكن اسماء قليله ونادره بنلاحظها من الاعلاميات والاعلاميين السعوديين. الان في تزايد معين، لكن ما زالت الاعداد قليله، بس في يعني شيء مبشر انه في زياده ان شاء الله. ايش توجه نصيحه للاعلاميين والاعلاميات السعوديين، وكمان ايش اللي فرق؟ ابدا الاعلامي والاعلاميه هم ابناء هذا الوطن، هم بيحسوا بالمسؤوليه الكبيره اللي هم يجب ان يمارسوا عملهم باحترافيه. الاحترافيه والمهنيه هي اهم شيء بالنسبه للاعلامي. ما أرجو إنه ما تأخذهم الأحيان المبالغات، ما تأخذهم الشائعات، ما يلقطوا أي خبر وينشروه بدون التأكد منه. المصداقية في الخبر هي أهم حاجة، الاحترافية في نقل الخبر هي أهم حاجة، المهنية في إذاعة الخبر وإنشره هي أهم حاجة بالنسبة للإعلام والإعلام، لكي يكون عنده المصداقية الكبيرة. المسؤولية كبيرة جدا بالنسبة لكل إعلام وإعلامية، إنه قد بكلمة واحدة قد يعني ينشر خبر ويكون له تأثيره الإيجابي أو تأثيره السلبي. صحيح. فإذا لم يكن يعني صادق ويكون توجهاته صادقة، حتكون حيكون في منتهى الصعوبة جدا
تصحيح الأمر بعد ذلك. صحيح معالي الوزير، يعني مو معقول تكون معانا وحضرتك شاعر مميز وما نسمع يعني بعض الأبيات بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني. اليوم عن اليوم يعني بلاش حكاية الشعر هذه. لا لا يا معالي الوزير اسمح لنا، لا اسمح لنا صراحة إن شاء الله بعوي لا بعوي لا بعوي لا تعالى بعوي لا تعالى في مناسبات كثيرة نجلس مع بعض نادى ونتكلم ونتحاور ويكون في برنامج مخصوص إن شاء الله هذا الأمر بعوي لا تعالى إن شاء الله. هذا يشرفنا إن شاء الله تكون معانا معالي الوزير عبد العزيز خوجة. معالي الوزير الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك وعلى مداخلتك الرائعة. مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اللي خصصناها للاحتفال باليوم الوطني السعودي. كل عام وانتم بألف خير والوطن بسلام وأمان، كل عام وحكومتنا وملكنا وكل الشعب بخير ودام عزك يا وطن. لا تنسوا تتابعونا كل يوم الساعة 5 بتوقيت السعودية على قناة روتانا خليجية مباشرة، وحلقتنا لليوم كانت استثنائية 3 ساعات على الهواء، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. شكرا لحسن المتابعة، مني هبة جمال ومن فريق العمل الشكر والتقدير لكم، إلى اللقاء.